GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع محاضرة دلوقتي هو الموشن اديتور. الموشن توين اديتور هو عبارة عن جراف بيديك امكانيات عالية قوي قوي في التحكم في الحركة بتاعتك من خلال جراف او رسومات بيانية بسيطة، يعني مش معقدة، بحيث ان انت تقدر تعمل اديت للموفي بتاعك او للحركة بتاعتك زي ما انت عايز. بداية انا عندي كورة بالشكل ده كسيمبل، يعني الكرة دي انا عايز انطقها او اعمل لها اي حركة. فانا زي ما اتعلمت بروح على اول فريم بقول له كرييت موشن توين، عمل لي ثانية زي ما عرفت، وهاخد الفريم الاخير واقول مثلا كليك يمين انسرت كي فريم، بقول له اول واروح منزله تحت. يبقى انا عندي الحركة سيمبل جدا، الكرة بتروح من هنا لهنا بالطريقة دي. جميل جدا. طب انا عايز اعرف ازاي اتعامل مع الموشن اديتور. اضغط معايا هنا على الستيج او على اي حتة بره، هتلاقي هنا في حاجة اسمها موشن اديتور فوق، ولو ما لقيتهاش يبقى من قائمة ويندو موشن اديتور رابع اختيار. باجي هنا بضغط ضغط على الحركة وبعدين بروح على الموشن اديتور، بلاقي شوية حاجات. ايه بقى الحاجات دي؟ عندي هنا البيزك موشن، تعال نقفلهم. هما ممكن يقفلوا بالشكل ده، تعمل اكسباند. عندي البيزك موشن، وعندي ترانسفورميشن، وعندي الكار افكت، وعندي الفلترز، وعندي الايزز. انا لما الاقي حركة عندي وعايز أيدت فيها، هو يا بتبقى على المحور إكس اللي هو الأفقي، يا على المحور واي اللي هو الرأسي. وطبعا زي ما احنا عارفين قبل كده إن بداية الستيج عندي تبدأ من الشمال فوق، صفر في المحور إكس وصفر في المحور الواي. يبقى أنا لما أجي أفتح البيزك موشن بلاقي إكس وواي، يبقى الإكس أفقي الواي الرأسي. اما بلاقي الخط مستقيم او افقي خالص كده، يبقى مفيش اي حركة، ده الطبيعي يعني بالويم كده، او زي ما بيقولوا بالملاحظة، يعني مش عايز اي دراسة، ان الخط الافقي ده كده يبقى حاجة ديد، يعني مفيش اي حركة خالص. انما لو في كيرف كده طالع من تحت لفوق زي ما انا شايف، بلاقي ده يبقى فيه حركة. حبيت بس أوضح الموضوع ده. تعال نشوف الخواص الموشن ايتور هو ايه. طبعا زي ما انت عارف ممكن تعمل اكس باند بالشكل ده. عندي هنا الاكس والواي وعندي الزد روتيشن. الاكس والواي عندي هنا شايف الزمن بتاعي، ده الفريمات بتاعتي، ده الفريمات بتاعتي. هما الفريم عندي 30 فريم بناء على الحركة اللي كان عاملها لي ثانية واحدة. لو أنا جيت وعملت 60 فريم مثلا بإف 5 كده ورجعت تاني على الموشن إيتور، هبص ألاقي، بص هنا لما مشيت كده شوية عمل لي سكرول هنا أهو، وعملها لك لغاية 60. يبقى إذا ده الزمن بتاعي اللي فوق، اللي فوق ده الزمن بتاعي. طيب تعال نشوف الخواص هنا. خلاص ده احنا عارفين ده بلاي والبلاير ده والكلام ده، احنا خلاص فاهمينه كويس قوي وعارفينه، مش عايز توضيح. عندي ده اللوب، اللوب تاني نضغط عليه ضغطة بيظهر لك واحدة هنا وواحدة هنا زي سيركل كده او دايرة تمسكها وبتحدد له الزمن اللي انت عايز تعمل ليه لوب، وبعدين بتقول له اوديت او بلاي تبتدي يظبط لك الحاجة زي كده. عندك اشيل اللوب بقى، وعندك ده لو دوست عليها كده او ما دوستش، يعني لو رحت عليها كده من غير ما تدوس هتلاقي كارنت فريم، يبقى ده الفريمات. يبقى انت عندك هنا لو كتبت له 100 لا ما يجيبلكش، هو اخره 60. ليه؟ احنا قلنا قبل كده ان ده اخره هنا 60. ممكن نعمل اكسباند من الطريقة دي من هنا اهو،
كده، امسكه كده، اول ما تشاور على الحتة دي هتلاقي سهم رايح على اليمين والشمال، تقدر تأديت بتاعتك الحركة بتاعتك زي ما انت عايز. 80 اهو، برجع هناك بلاقي اخر حاجة 80، ممكن امسك كده يمين وشمال، بيمشي لي بقى فرامات زي ما انت شايف. ده لما تروح على الفرام، مثلا اي فرام، اي رقم، وليكن مثلا 40، بيقول لك هو بقى دلوقتي كام بالثانية، يقول لك 1.3 في الثانية. تمام، ممكن تمسك بالثواني وتمشي كده، بس طبعا مش هبقى دقيقة معاك قوي، تمسك بالايه، بالفرامات من هنا او من فوق من هنا كده لو عايز تبقى ادق شوية، او لو انت بقى عايز تمشي فرام باي فرام. ده عبارة عن الجراف سايز، يعني بيعمل لك اكسباند لحجم الجراف اللي انت شايفه ده. يعني لو جيت دوست كده فوق او تحت او يمين او شمال مفيش مشكلة معاك، بيخلي لك الجراف كله بيوسعه لك او بيضيقه لك زي ما انت شايف. طيب اللي جنبها دي هتوسع لك وتضيق لك الحاجة اللي انت معلم عليها. يعني خلينا نعمل كده، شايف كده، كده بيجيب لك التايم كله، ده التايم كله اهو الاخر 80. وهنا دي اسف، انا نسيتها دي، انا عيني جت كانت هنا وبعدين هنا. دي بتكبر لك المساحة اللي انت مختارها. طب تعالى كده مثلا بص هنا مفيش اي افكت بيظهر. طب انا لو جيت ضغطت على الاكس هبص لها كبرت قوي مرة واحدة. على كده بص، هي دي بقى اللي بكبرها وتصغر. انا هكبرها قوي كده بالشكل ده. تمام، يبقى ده الجزء اللي فوق. كل ما تضغط كليك بيعمل اكسباند، يعمل توسيع وتصغير للمساحة دي. هنكبر مساحة الاكس ونشوف انا عامل مساحة ايه، افقي ولا رأسي. انا عامل افق رأسي كده، يبقى فيريكال او واي. الطبيعي مش هتلاقي اي حركة خالص على الاكس. تمام، يبقى ديد، يبقى خط مستقيم كده افقي ملوش اي حركة. الحركة بتاعتي واقعة فين؟ على الواي. تعالى على الواي وشوف ايه الموضوع ده. واي بوزيشن، هو فين في الاستيج؟ تمام، يبقى انت في رقم واحد، فين في الاستيج؟ بادئ من 59 بكسل او 60 بكسل. لو انت عملت صفر بيبقى بيصفرها لك بالشكل ده. طبعا القياسات بتاعته اللي بياخدها من البيفوت او نقطة الارتكاز بتاع الاوبجكت ده او العنصر ده، هو ده اللي بيقيس عليها. جميل، فانا هنزلها شوية عشان ما تخرجش بره، نقول 55، نقول له 53. ماشي، يبقى انا وصلت الكرة من هنا عن طريق الموشن اديتور. طبعا اللي فوق ده بالفرامات وده البيكسلز، ده البيكسلز افقي، اقصد رأسي، ده البيكسلز في المحور واي. يبقى البيكسل فين؟ مشي لك بالبيكسلز. ده الاكس اهو لغاية 1000 بكسل، وبعدين الواي لغاية 500 بكسل. وانا لو جيت دققت معايا هنا هتبص تلاقي فعلا هنا اخره تقريبا فوق 500، تبقى فوق شوية. طيب يبقى هنا دي عبارة عن لو انت حاطط اي افكت عليه، او هنعرف ازاي اتحكم فيه كويس. بتختاره من هنا، بيبتدي ينزل لك هنا قايمة كده بالإفكتات بتاعتك، تبدأ تختار زي ما أنت عايز. هنا ده بيجيب لك أول فرام وآخر فرام، لاحظ كده أول فرام، كده نهاية الحركة بتاعتك آخر فرام. اللي في النص بينهم دي الدايموند دي، بص هنا لو في كي فريم، لو في كي فريم زي أول واحد هنا أهو، أولاني والأخير، اتنين كي فريمز، هيظهر الدايموند دي، بيقول لك ادد اند ريموف. طب لو ضغطنا ضغطه مفيش حاجه حصل، ده في اصلا فريم. جميل،
طب لو رحنا هناك هلاقيها ظهرت برضه، لو انا في النص هلاقيها مش ظاهرة بس متأكتفة. يعني انت لو دوست، انا رحت عند الـ40 وجيت دوست ضغطت ضغطة، هتبص تلاقي في نقطة هنا ظهرت لك، عمل لك كي فريم هنا بالشكل ده، ممكن تمسكه بالشكل ده زي ما انت شايف. النقطة اللي بعد كده، بعد ما اتعرفت على الجراف بالطريقة دي، عايز بقى أبدأ أشتغل في الحركة إزاي أتحكم فيها. طبعا أنا عندي المحور واي اللي عليه الحركة، طيب تعالى بقى كبر المحور واي وبعدين امسك أول فريم وتعالى كده أحرك وشوف إيه اللي هيحصل. تعال نحركه كده مثلا فوق وتحت، ملاحظ معايا؟ فاكر لما قلت لك ده البيكسلز؟ طيب تعال نرجع كنترول اكس كنترول زد، وبعدين تعالى لي مثلا هو هنا عند، هو هنا بالظبط. جميل. انا عايز، لا انا عايز اخد اخر فريم واعرف هو فين بالظبط. طبعا هو هنا المساحة الافقية بتاعته او الفيريكال، هنا المساحة الرأسية من ديني لغاية هنا مثلا. هنا ده لو دبل كليك على الخط ده بتبص تلاقيه كام؟ 446 تقريبا. أضغط ضغطة عشان أجيب الجراف. 446 تقريبا، تمام. وأنا هنا أبص ألاقي هنا هناك، لو جيت ضغطت ضغطة عليه كده أبص هنا، هنا القراية بتاعتي تقريبا 446 قبل 450، يبقى ده القرايات بتاعتي. وهنا طبعا مين كنا قلنا 46 أو كام، 53 ده كان 53 تقريبا. النقطة ظهرت اهي. وآخر واحد لو جيت عليه كده بيظهر لك هنت على النقطة دي جنب النقطة كده شوية، هتلاقيه 447. يبقى ده الوضع الأوبجكت في النهاية وفي البداية. طيب خليني بقى أعمل حاجة بسيطة خالص وأحرك ده في المحور الإيه الأفقي، يعني هاخده يمين أو شمال. كويس. أنا عايز بقى أودي دي الرولر دي بعيد، بروح ماسكها كده وأروح مطلعها فوق وسايب. هاجي كده لما يظهر لي علامة الكوز جنب السهم اروح جاي عامل كده. طبعا انا مشيت كده فين؟ في ايه؟ في الاكس. انا ماشي كده في الاكس واروح جاي عامل كده. تعالى كده، لقيت في حركة في الاكس نزلت لي اهي. يبقى دي حركة الاكس ودي حركة الواي. حركة الاكس زي ما انت شايف كوز زي ما انت شايف كده، وحركة الواي هي من فوق لتحت، من فوق لتحت. طب ده شيء كويس. عايز بقى اديت على الحركة من هنا، هات لي الواي وروح واخد الفريم ده كده وطالع فوق بيه لغاية 350 مثلا. يبقى هنا انت ده نقطة البداية، اول واحد انت خليته يبدأ من 350. تعال نقيس المسافة، لو جيت هنا في نص النقطة دي اللي هي البيفوت تقريبا كده، هتبص تلاقي كام في كام؟ اهو 350 على الرأسي، وتقريبا هنقول 500 مثلا او 500 الا شوية على الاكس. هنشوف الاكس كده اهو 500 الا شوية زي ما انت شايف الاحداثيات بتاعتك. تمام. يبقى من هنا تقدر تعرف الاحداثيات بتاعتك وتأديت فيها زي ما انت عايز. طيب هرجع ده ليه، اروح نازل كده، اي واخده سحبه ينزل معايا. طبعا انت شايف الارقام زي ما انت شايف معايا في المربع الاصفر بتتحرك. روح رايح بقى على الواي مثلا واقول له اعمل لي كي فريم او كي فريم مثلا عند 20
واروح جاي بطريقتين، يا اما تعمل كي فريم هنا تضغط ضغطه، عمل لي كي فريم فين على الاكس والواي، براحتك انت بقى تديت على اللي انت فيه، براحتك انت تديت على اللي انت عايزه هنا او هنا. مش حابب تديت على الاكس سيبه زي ما هو، مش حابب تديت على الواي سيبه زي ما هو، مفيش مشكله. هتروح ماسك رايح عند النقطه بتاعت الواي، هتبص تلاقي السهم بقى ابيض صغير شويه كده، وبعدين في نقطه اترسمت، تروح جاي شايل واخد ده سحبه شويه اهو، سحبه شويه. طبعا انت لما نزلت تحت الصفر يبقى انت خارج ايه المساحه، مساحه الورك سبيس. لا انا فوق، اطلع فوق شويه مثلا كده، تمام. يبقى الحركه عامله ازاي؟ طلع بطيء شويه بعدين سرع وبعدين راح مبطئ في الاخر شويه. تعال بص بصه كده، اه شايف الحركه دي؟ شايف الكره بقت عامله ازاي؟ دي حاجه غريبه قوي. اقول لك شوف، يعني اما اجي احرك ما بقتش زي الاول، ما بقتش زي الاول. الاول من خليتها من هنا لهنا وبعدين رحت واخد دي، ما منين جت دي؟ اقول لك تعالى بقى نفهم بالراحه خالص. الفرام الاولاني هو نقطه البدايه، تمام، والفرام الاخير هو نقطه النهايه. اما الفرام ده اللي في النص ده، انا خليت نفسي فين على الواي؟ في النقطه 500 اللي هي راسي، 500 تقريبا يعني. روح على دي شويه، هنا شايف محور الواي الاكس، الواي اللي هو الرأسي رايح لك تقريبا على النقطة اللي انت حددت له فيها، يعني مشي شوية كده، او مشي اقصد من فوق لتحت، مشي وصل لك هنا، وراح جايب لك ناقل لك الاكس لانك انت نقلتها فين؟ في النقطة دي اللي هي كام؟ اللي هي مش عارف 700 وكام؟ ولا 600؟ 700 الا شوية اللي هي يعني. تمام كده. لو جيت انا عايز كليك يمين ريموف فريم هنا، بروح جاي مرجع لي كل حاجه، فانا هروح جاي كليك يمين لينير، شايف انا بتحكم هنا من خلال الفريمات. هنا لو عملت كليك يمين ممكن اعمل لك اد فريم على طول بدل الدايموند، هي ولو جيت على الفريم او الكي فريم نفسه وعملت كليك يمين هتبص تقول لك ريموف كي فريم، ماشي، او روفينج. تعال نشوف روفينج ده، بص راح عامل ازاي، جاي ناقل لك عاكس لك الحركه، او كورنر بوينت او سموث بوينت او لينير ليفت او لينير رايت. ايه الموضوع ده؟ عرفنا ده دي ودي، بس الكورنر بوينت هو عباره عن بيظبط لك بس نوع البوينت دي ايه، يعني لو هتعملها كورنر او لينير. انا يمكن الكلام ده كله في برامج جرافيكس التانية، وخاصة الماكس والمايا والكلام ده، هتلاقي في بيزير كورنر والبوينت كورنر الحاجات دي كلها وسموز الحاجات دي، بس خلينا نوضحها. اقول لك بوينت كورنر بوينت يعني عامل لك ايه، عامل لك قطع، يعني بدل ما هي كانت سموز، ارجع تاني شوف هي كانت سموز، انت تروح جاي هنا عاملها لا، وبقول لي ده اعمل لي كورنر. كورنر يعني دي مختلفه عن دي، يعني شايف هنا لما عملت له كورنر راح عامل لك دي. طب انا بغير كده لما بضغط الت، بضغط ضغطه بغير بين اللي انا اخترتها قبل كده ودلوقتي اهو، يبقى دي كورنر زاوية حادة شوية، نمشيها هنا وهنا مثلا، أقول له أيت كي فريم، وأروح جاي نازل مثلا، أقول له دي أعملها لي سموز بوينت. بص لو أنا نزلت بقى كده، بص تلاقي حاجة سموز. طب تعالى هنا، تعالى هنا أيت كي فريم، كليك يمين وأقول له سموز ليفت،
يبقى الشمال الليفت بتاعها هيبقى سموث، واليمين هيبقى كورنر. شايف اهو اهي نازله سموث شويه، بعد راحت قطعه عامله لك كورنر كده، وبعدين اخر واحده اللي هي قايد كي فريم، وبعدين بروح قايل له تاني كليك يمين، بقول له لينير رايت، طبعا دي العكس، اللينير يعني خط مستقيم، يبقى يمينه بالشكل ده وده اللينير. يمكن هي دي كل الأوامر في الكليك يمين في موشن إيديتور، يبقى عندك حاجة زي كده. طيب خلينا بقى نشوف الحركة كده، ده احنا الحركة باظت خالص. تعال نعمل حركة، تعال نعمل حركة بالراحة خالص. تعال نعمل من هنا ريسيت values، يعني شلي كل حاجة، شلي كل حاجة. تمام، هاجي مثلا اقول له والله من دي تعالى على واحد وأديت كي فريم، تمام، وتعالى لي على 50، تعالى من هناك الأول، ماشي في الحركة موجودة، يبقى واحد من هنا وتعالى على 50، الكرة هتنزل تحت، شفت بالطريقة دي. يبقى على الواي اعمل حركة بسيطة خالص. عرفنا ازاي طبعا نقيت على الكيرفات دي. طيب تعالى نشوف بقى ازاي اعمل افكت على الحركة. تعالى من ايزيس، قائمة ايزيس افتحها كده، تعمل لك اكسباند، وبعدين بقول له ايه الضغط، ضغطة واحدة على البلاس دي بيظهر لك الافكتات الموجودة، بيقول لك الباونس والباونسينج ان والسبرينج والكلام ده كله موجود كحركات موجودة اساسا في الموشن بريسست، وهنشوفها دلوقتي، او حركة الموشن مجهزة شوية حركات فيها ممكن تستعين بيها. طب تعال نشوف الباونس ان، الباونس ان ايه الباونس ان؟ تعال نشوف باونس ان، ضغطت عليها ضغطة وعملت سكرول بالبار، سكرول تحت خالص، لقيت ان الباونس ان عندي راح عامل لي حركه كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده، دي كره هتتنطط على الارض بس بحركه طبيعيه شويه. هيبان لي من رقم واحد، من رقم زيرو لحد رقم 40 تقريبا او 39 فريم، رقم 39 ده الحركه بتاعتي، وبعدين يروح لي على الفريم رقم 65، 56، 58، وبعدين هيروح لي على رقم 71، وبعدين في الآخر. تعال نشوف يعني ايه الكلام ده. اطلع فوق ونزل لي الإفكت اللي أنا اخترته ده اللي هو الباونسينج إن أو الباونس إن على الواي. تعال نختار من هنا ونقول باونس إن. لقيت حاجة غريبة هنا حصلت شوية. طب تعالى نعمل بلاي. ده محتاج زمن، محتاج زمن عشان يطبق الحركة، الحركة لسه ما كملتش. تعالى هنا في الفيو نبعد شوية كده عشان بس يديني الإفكت بتاعي، وعايز كمان كده. أنا فردت الحركة شوية على التايم كله، تمام، هي كانت لغاية النص، أنا فردت الحركة على التايم كله لأن الباونسنج إن نزل على التايم كله زي ما أنت شايف هنا لغاية 80، فأنا فردت الحركة فادتني الإفكت بتاعي. تعال نعمل بلاي. يبقى جميل. لو أنا عايز أسرع شوية أو أبطأ شوية الباونسنج إن ممكن أبطأه أو أسرعه من، أنا أسرعه من هنا كده على 45، لو انت ما عندكش زمن كافي مفيش مشكلة تروح جاي، بس بقت سريعة أوي. هنبطئ شوية، هخليها مثلا كده بلاي. كويس، ونكمل الفيديو الجاي. السلام عليكم.